طبعا. طيب خلينا نروح برضو نشوف واحد من النجوم الكبيره جدا في تاريخ كره القدم المصريه، النجم الكبير كابتن محمد يوسف، يقول لنا برضو رايه فيما يحدث الان. كابتن محمد زي حضرتك حبيبي اسلام، ازيك؟ بمسي عليك وبمسي على الاستوديو الجميل بتاعك كابتن حشيش وكابتن اسامه حسني. اه كابتن يوسف وكابتن محمد حشيش، ربنا يخليك يا كابتن يوسف. كابتن يوسف، يعني برضو عايز اعرف رايك فيما يحدث الان من مهزله في كره القدم المصريه. والله اسلام الواحد حزين، حزين جدا 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 يعني للشكل النهارده. انت بتتكلم على ديربي بيستناه ملايين، يعني مش ملايين كمان، يعني انت بتتكلم على دول. ايوه بتستنى اللقاء ده وتتابع اللقاء ده، احنا مش حاسين بالقيمه دي بصراحه. وانا ما بتكلمش على النهارده كمان، انا بتكلم حتى من المباراه اللي فاتت لعبناها في السوبر في دبي وما حدث. ابو ظبي ايوه. القرارات طبعا اللي شفناها قرارات انا شايف ان ما كانش فيها دراسه بالشكل المطلوب. كان لازم يبقى فيه يعني عايز اقول يعني دراسه اكثر من كده واعمق من كده، لان انا شايف قرارات اتخذت بالنسبه للاعبين وبالنسبه لجهات معينه، انا مش هتكلم باستفاضه، لكن فاهمين كانت المفروض تبقى اقوى من كده. ايوه النادي الاهلي دائما معروف صورته، معروف انضباطه، معروف كل النواحي التنظيميه بتاعته والحاجات اللي يعني بيلتزم بيها، وعنده يعني هو بيعاقب او هو بيتخذ القرارات الداخليه عنده قبل ما حد بياخد له قرارات خارجيه. ايوه المنظر بقى اللي النهارده شفناه ده منظر لابد ان يبقى فيه وقفه وجهات عليا. اه انا بتكلمك بامانه، لان ان يتم الاستخفاف ولعب يعني بشعور وبانضباط ناس ملايين قاعدين مستنيين الماتش، وبعدين يقول لك اصل الدوبي تتاخر واصل كلنا محترفين وانت معاك كباتن وكلنا لعبنا كوره، واللي ما لعبش كوره يطلع من يطلع يقعد في اي حته ثانيه، اللي ما لعبش كوره ما يخشش يشتغل في الكوره. اه مهما كان في مطر ومهما كان الطرق والكلام ده كلنا عارفين كويس قوي ان احنا بنتحرك بتوبيس. ده مسرحيه. اه يمشي قبلها بساعتين ونص وثلاث ساعات عشان يوصل قبلها بساعه ونص، حضرتك فرقتك بس واضح طبعا، واضح ان الاتوبيس اتاخر، ده واضح ان هو يعني ما بيعرفش الاتوبيس بيتحرك امتى ولا الكلام ده. اللي انا عايز اقوله لك ان لازم في الحالات اللي زي النهارده كده وفي مطر والكلام ده بنمشي بدري قبل الوقت المعتاد، وتوصل بدري وتبقى انت فرقتك قبلها بساعه ونص في الاستاد. اه وبعدين في نقطه ثانيه بقى مهمه جدا، هو انت خدت السوبر يعني معلش برضه انا عايز اتكلم بصراحه. اه ايه السوبر؟ ماشي يا عم خد سوبر ومبروك، هو انت يعني خدت سوبر افريقيا وسوبر محلي ورا بعض الاثنين في اسبوع؟ يعني ما هوش يعني ما انا مش عايز طبعا اهمش من دور البطولتين. احنا السوبر الافريقي واخدين منه سته من سبع سنين، واخدينه بكل المدربين سواء اجانب وسواء مصريين، واخدناه من الصفاقسي واخدناه من اليوبار واخدناه من فرق كبيره. يعني انا بتكلم بالنسبه للنادي الاهلي، ولو تتكلم على السوبر المحلي 11 لقب قدام اربعه، يعني لسه انت قدامك اضعاف اضعاف. فمش عايز ان احنا فرقه كسبت بطولتين في اسبوع، يا سيدي اكسب 20 بطوله، واكبر دليل الفرق اللي بتكسب بطولات بتنزل تلعب برضه. معناها ان انا ما كسبتش، معناها قصدي معناها مش معنى ان انا كسبت خلاص بقى مش هلعب وبتاع. كلنا بنشوف الفرق الكبيره المحترمه بتلعب عندها كثافه ماتشات، وشفنا ليفربول لعب وبعد فرقه يلعب كاس عالم الانديه وفرقه ثانيه خسرت خمسه في كاس انجلترا. رغم ان خسروا خمسه عادي خالص وكسبوا بطوله كاس عالم الانديه ولعبوا. لو انت خايف على لعيبتك مش عايز تلعب بالتيم الاساسي، تعال العب بالتيم اللي انت شايفه عايز تلعب بيه. كل واحد بيتحمل مسؤوليه النتائج وبيتحمل مسؤوليه انما ان يتم تاجيل المباراه ساعه نتيجه لظروف بقرار من اتحاد كوره، انا شايف يا جماعه الشكل وحش قوي، وشايف المنظر عيب قوي، وشايف يعني مش عايز اتنرفز واغلط في حد.
اكتر يعني بصراحه حاجه ضعف ضعيفه، ناس ضعيفه قوي 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 يا قدام، انا بكلمك بامانه. وبعدين يا عم ده ما حدش يعني بيموت ناقص عمر، اللي مش قادر ياخد قرار ويدير يا عم قدم استقالتك واقعد، خليك محترم واقعد في بيتك وخلاص، طالما مش قادر تدير منظومه الكره المصريه يعني. خايفين من ايه يا كابتن؟ نفسي اعرف خايفين من ايه؟ هو في اللي هم جايين شويه وماشيين كمان يا محمد. الواحد لما بيقول لك اقعد في بيتي، بس اقعد في بيتي باحترامي يعني، انا محترم. كفايه ان يجي سيره فلان ولا علان يقول لك ده انسان محترم وخلاص وكده، لكن المنظر اللي انا شايفه ان يتم تاجيل المباراه بالشكل ده، انا شايف ان ده حاجه بتسيء لمصر، بتسيء لدوله عريقه، واحنا بنعيش حاله من يعني عايز اقول الاستقرار دلوقتي بعد تولي طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالرياضه، والراجل طلع قال ده احنا بنشجع المدرب المصري وبنوصي يعني الراجل، وكمان تنظيمنا لبطولتين، اكبر بطولتين افريقيتين مصر استضافتهم في نو تايم، يعني من بطوله الامم وبطوله افريقيا المنتخبات الاولمبيه. يعني احنا دوله عريقه، احنا دوله كبيره، واحنا وفي نظام وفي دوله قانون، ازاي احنا نعمل منظر زي ده والناس تتابعنا؟ ازاي نقبل بمثل هذا الامر؟ احنا ما عملناش، والنادي الاهلي ليس طرفا في هذا الموضوع. انا متاكد ان بعد موقف النهارده ده، انا متاكد ان هيحصل فيه حاجه، فيه اكيد فيه وقفه، لان ده كده احنا ما بنحترمش الشعب المصري، وما بنحترمش القرارات بتاعتنا، وما بنحترمش التنظيم بتاعنا يعني، فدي شكل وحش جدا جدا، وبنسيء لمنظرنا وبرستيجنا ووضعنا احنا كمصر في وسط افريقيا على الاقل، وفي وسط شمال افريقيا، وفي وسط الدول العربيه والشرق الاوسط كله. مصر كبيره يا جماعه. مصر كبيره، مباراه كره قدم بين اكبر فرقتين في مصر، ديربي، محدش عارف فين اولها من اخرها، ولغايه النهارده لغايه الساعه 5:30 6 الناس بتقول المباراه هتتلعب ولا مش هتتلعب، وناس تتصل بيا. قلت لهم يا جماعه يعني ما اعتقدش ان اتحاد الكوره المصري قال المباراه هتتلعب الساعه 7:30 القاهره، ولسه احنا بنسال يعني، ما كانش عندي شك خالص ان المباراه ما تتلعبش، بس فعلا لا احنا وصلنا لمرحله تهريج، والله تهريج يعني. بس ويوصل النادي الاهلي بجميع لعيبته وجهازه وكله ينزلوا في الملعب، وحكم جه، الحكم ده هيرجع يقول ايه على مصر؟ يعني الحكم ده يرجع يقول لبلده، يقول لهم رحت. هو لسه هيقول يا محمد ما قال اساسا. هو قال اوريدي قال يعني، هو دلوقتي بيقول لك انا ما شفتش كده في حياتي يعني. يعني حاجه انا اتمنى. وبعدين يا جماعه في النهايه دي رياضه، يا جماعه دي رياضه، يعني احنا في النهايه بنلعب رياضه، كاسب خسران وفايز، والنادي الاهلي طول عمره بيكسب ويخسر، خلي بالك هو النادي الاهلي كل حياته بطولات، هو طبعا اكبر نادي متربع على عرش البطولات في افريقيا وفي مصر وفي الشرق الاوسط، لكن جاله ايام خسر وجاله ايام انكسار، بيتعامل ازاي مع الحاجات دي؟ يعني شوف النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورؤساء النادي الاهلي بيتعاملوا ازاي لما بيحصل انكسارات في بعض الايام، بيتعاملوا بالشيم الكبار، بيتعاملوا بالشخصيات الكبيره، بتلاقي قراراتهم ومواقفهم ناس كبيره وناس عاقله وناس فاهمه ان الرياضه دي مكسب وخساره. هتكسب النهارده وهتخسر بكره، مش ممكن، وهتخسر النهارده هتكسب بكره، مش هتكسب على طول وهتخسر على طول. مظبوط. انما الشكل لازم نحافظ عليه، وشكل مصر لازم نحافظ عليه، والمنظر ده بصراحه انا يعني حاجه تكسب يعني. بشكرك يا كابتن محمد، شكرا جزيلا، النجم الكبير كابتن محمد يوسف طبعا.